لو حد منكم حب يرجع لها في أي حاجة. تمام؟ طيب، قلت إن المادة بتاعتنا الكورس كود بتاع MBD 111، وده في برنامج هندسة الطاقة، وإم بي دي ديت جاية من قسم البرودكشن انجينيرنج أو قسم هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي. أنا معاكم الدكتور ماهر رشاد، وإن شاء الله يكون معانا الدكتور نادر نبيل. المفروض كان هو يبدأ النهاردة، لأن هو بيبدأ دايما الجزء الأول في المادة، بس لظرف طارئ أنا اللي هبدأ إن شاء الله. المادة ما فيش فيها معيدين بتدي فيها حاجة معانا، لكن ممكن نستعين بالمعيدين اللي موجودين معانا في البرنامج العام لو اتزنقنا في أي حاجة بالنسبة لحلول الشتات أو كده. تمام؟ المادة بتاعتنا توزيع الترم كله، أو أي مادة أنت بتدرسها أنت عارف التوزيع بتاعها، صح كده ولا إيه؟ تمام عارفين التوزيع، أي مادة دكتور. بندرسها بتبقى من 100 درجة، دايما 60 تيرم وورك وميد تيرم، وال40 بيكونوا على الفاينل بتاعنا. تمام كده يا شباب؟ تمام يا دكتور. طيب، عندنا المراجع بتاعتنا في كاليستر او سميث ان اديشن. اي اديشن موجود لكاليستر او سميث في الماتيريال ساينس اند انجينيرنج مفيش مشكله، نقدر ندخل على اي مرجع من دول ونعمل اللي احنا عايزينه. ان شاء الله النهارده هنبدا معاكم بشابتر 1. هتكلم فيها على الاستراكشر اوف ميتال اند سيراميكس، ونشوف يعني كلمة استراكشر، نشوف يعني ايه كريستال، نشوف يعني ايه حاجات معدنية وغير معدنية، وشوية حاجات كده ازاي الاجزاء بتترص جنب بعضها، او الجزيئات الصغيرة زي الذرة بتترص جوه بعضها داخل هذا الجزء. الاستراكشر لو جينا نتكلم عليه بنقول من الصورة اللي فاتت دي، كلمة استراكشر معناها مجموعة من الذرات، أقل حاجة احنا هندرسها احنا معانا. طبعا في جزئية المفروض كنت أقولها الأول بقى، الأيونات ومش الأيونات والإلكترون والحاجات دي حاجات قديمة شوية، فالواحد ما بيحبش يعيد فيها. يعني لو الدكتور نادر كان بدأ أعتقد كان ممكن يقول الجزئية زي كده، لكنها والترابط الايوني والجزيئات والمش عارف شويه حاجات كده قديمه يمكن درسناها قبل كده، كلنا درسناها. يعني الاستراكشر لو جينا نتكلم على الاستراكشر بتاعنا ونشوف شكل الكريستال استراكشر بيبقى عامل ازاي، فبنقول ان احنا اقل حاجه هندرسها في الماده بتاعتنا ديت تقريبا كده الذره، والذره دي بتكون زي الشكل اللي قدامنا ده يا اولاد. اللي قدامنا ده حاجة كده عبارة عن كرات زي البينج بونج أو البيلي. الذرة في شكلها بتكون شكل الكرة بالظبط، فالذرات دي بتترص جنب بعضها، بتترص إيه؟ جنب بعضها رصة معينة بنسميها الاستراكشر. كويس؟ الرصة دي بتعتمد على بعضها أو بتدينا إنديكيشن لحاجات تانية كتير في خصائص المادة نفسها. ففي أكتر من رصة معينة موجودة في الطبيعة، هنشوف الكلام ده مع بعض، وطبيعة رص الجزيئات أو الذرات دي جنب بعضها تبقى عاملة إزاي. كمان الرصة بتاعت الاستراكشر ده لو هي منتظمة هنقول الحاجة دي كريستالين ماتيريال، لو غير منتظمة يبقى نان كريستالين ماتيريال، شوية حاجات كده هنعرفها بعد شوية. فلو ان كلمة استراكشر جاية طبعا الصورة اللي قدامنا دي بتقول لك مدى او قوة الحاجة اللي قدامك دي بتبقى عاملة ازاي، والتوزيع بتاع الاستراكشر اللي عليها ده بيبين قوتها وازاي انها بتتماسك او بتمشي او بتديك باور معينة بتبدأ بيها. الجزء الاول بنتكلم عن الانرجي اند باكينج، وده بنتكلم على الحاجات اللي هي الكثيفة او الغير كثيفة او الراندوم باكينج عموما يعني. فممكن نلاقي حاجات زي كده النون دنس ديت، الحاجات الغير كثيفه، واللي بيكون فيها مجموعه من الذرات بتتجمع مع بعضها، ففي انرجي عشان تعمل بوندنج للذرات ديت. بنتكلم على النايت بورنج او الذره المجاوره، بيكون الانرجي بتاعتها ديت قد ايه او شكلها مع الراديوس. الذرات دي وهي بتتجمع مع بعضها يا شباب بتكون حاجة اسمها كريستال بلورة، والبلورة تتجمع مع بلورة أو تنمو أو تكتمل في البنيان بتاعها بتكون حاجة
اسمها الجرين، الحبيبة. طيب ثواني كده عشان خاطر الجزئية دي، لو أنا بدأتها كده بالإنرجي ربما نكون محتاجين نعرف شوية تفاصيل. دي ثواني. هوصل بس البوردة بالكمبيوتر عشان لو هكتب أي حاجة تظهر لكم. لو أنا بتكلم الأول على الجرينز يا أولاد، أو عايز أعرفكم الأول يعني إيه جرينز، أنتوا معايا؟ سامعيني كويس؟ تمام يا دكتور، الصوت كويس. تمام. طيب، لو أنا بتكلم دلوقتي على الجرينز، فمثلا لو بصينا مع بعض كده في الرسمة اللي أنا راسمها الصغيرة دي ممكن نقول عليها آتوم ذرة، وبعدين كمان آتوم تاني. ادي كمان ذرة، وكمان واحدة تالتة، وكمان واحدة رابعة، وهكذا. هقعد ارسم مجموعة من الاتومز دي جنب بعضها. المجموعة من الاتومز دي هتترص رصة معينة، هيرصوا بعضهم كده في شكل معين. وبعد ما يترصوا الرصة دي يا شباب، يبدأوا يكونوا لي حاجة اسمها كريستال. كريستال دي مجموعة من الذرات اللي أنا قاعد أتكلم عليها دي اتجمعت جنب بعضها، كونت الكريستال اللي قدامنا دي. كويس؟ كويس. هو إيه اللي حاصل في البداية؟ اللي في البداية خالص أنا كان عندي إناء، ماشي؟ والإناء دي فينا معدن منصهر، فينا إيه؟ مولتن ميتال، خلاص؟ فينا ميتال، وده مولتن يعني منصهر، معدن إيه؟ منصهر. المعدن المنصهر ده أول ما بيتجمد بتبدأ الذرات تتجمع جنب بعضها، ماشي. تتجمع جنب بعضها ليه؟ عشان تبني لي حبيبة جرين. بس وهي ماشية في السكة شوية يتجمعوا مع بعض، وبعدين يبدأوا يكبروا يكونوا كريستال. وبعدين الكريستال دي تنمو وتكبر أكبر شوية وتبقى إيه؟ جرين. وتبقى إيه؟ جرين. الجرينز، تمام؟ مجموعة من الجرينز، كل جرين من دول جواها كريستال كانت في البداية وبعدين كبرت بقت جرين. طب هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن مجموعة من الذرات اتجمعت وترصت جنب بعضها. لما وصلنا للشكل النهائي ده، كان ده بنسميه الميتال بارت بتاعي. ده الإيه؟ الميتال بارت، ده الجزء المعدني. يبقى الأول هنا كان منصهر، وبعدين مر بالمراحل اللي قدامنا دي على ما تجمد وبقى كده. حلو كده يا ولاد؟ الحقيقة ده منهج كامل في الماتيريال علشان توصل للمرحلة النهائية دي. في شابتر كامل بيتكلم عن الحاجات دي. لكن أنا لما جيت أتكلم على الإنرجي والذرة لما بتيجي تتحط جنب الذرة، لقيت هيبقى في ميسنج عالي جدا من الفهم ما بيني وما بينكم، فقلت لازم أقول بس مقدمة صغيرة. انه عشان بقى الذرات يعني اول ما في المنطقه اللي هي بتاع الليكويد دي، اول ما الذرات بتبدا تتجمع مع بعضها، لو فيه انرجي كافيه، طاقه كافيه، الذرات دي يقدروا يتجاذبوا لبعض ويتجمعوا مع بعض، يبقى هيتكون الكريستال. طيب لو حصل ان الذرات ديت مفيش طاقة كافية ما بينهم للانجذاب ده، بيقوموا يبعدوا بعيد عن بعض تاني، ويرجع المعدن بتاعي او التجمد اللي حصل ده يرجع ليكوا التاني ويسيبوا بعض، ماشي؟ طيب عشان يحصل الكلام ده بقى يا اولاد، عشان يحصل الكلام ده بنقول لك بقى هنا ايه؟ انه لازم ولا بد
لازم ولا بد انه عشان يحصل تجمع ما بين الذرات اللي انت شايفها ديت يكون هناك طاقة كافية للذرات دي انها تتجمع مع بعضها عشان تكون جرين معينة او تكون كريستال معين. الطاقة الكافية ديت بتعبر عنها بايه؟ بانه يحصل او يحدث نمو للتجمد ده، يعني ذرة جت جنبها، ذرة جت التانية التالتة الرابعة الخامسة، وقاعدين يتجمع معاهم ذرات كبيرة كتيرة لحد ما يبقى جسم متجمد كبير. طب لو الكلام ده ما حصلش يقوموا سايبين بعض تاني وإيه؟ ويرجعوا لوضعهم الإيه؟ الطبيعي. في الحاجات اللي هي هنا طبعا شوف شكل الانرجي اللي موجودة عشان يحصل البوندنج ده مقارنة بقطر الجرين اللي هتطلع، ده شكل الانرجي بتاعتها. في حاله الدنس بقى او الحاجات اللي هي الكثيفه دي طبعا كانت نون دنس، ولكن دي الدنس يعني دي بتبقى فيها راندوم باكينج، يعني تشوف الشكل هنا الحته دي واسعه، الحته دي اوسع، الحته دي اصغر، ما فيش انتظام في الايه في الباكينج او الرصه اللي بتحصل للذرات. اما لو انه في انتظام في الكلام ده هيحصل ان الانرجي بتاعتنا هتيجي بدري او هتكون اكبر شويه، قوه القوه او الطاقه اللازمه لحدوث ان الجرينز دي او الحبيبات او للاسف الاتومز دي تيجي لبعضها هتكون اكبر من الطاقه اللي موجوده في الايه في الجزء اللي هو بنسميه النون دنس. تمام؟ طيب خلاص الدنس معلش بس هو كان الصوت قطع في الجزء التاني ده، احنا قلنا ما بيبقى مور دنس بحتاج طاقة اقل ولا بحتاج ايه؟ احنا بنتكلم على الانرجي، لا مقارنة بس بالصورة، بص على الصورة هنا كده هتلاقي ده قيمة الطاقة في الحتة دي. طيب الطاقة هنا فين؟ لا ده قيمتها أكبر شوية. تمام تمام؟ ماشي؟ طيب. دكتور هو ايه الار اللي عندي على الطاقة؟ والله هو الار دي ما هو معلش هو احنا بادئين بس نقول على الذرات وان الذرات ايه اللي بيحصل فيها. الار دي نصف قطر الجرين او نصف قطر الشيء اللي هي في الحقيقه. هو في كلام تاني انا مش عايز اقوله بس لان حاسس ان انا هبقى شغلتكم قوي بالجزئيه دي. هو مش نصف قطر الجرين، هو الار اللي عندها الار دي اقولها بقى وخلاص. الار دي لما اوصل لمنطقه ان انا كونت ار في الحته دي معناها ان الار اللي انا واقف عندها مجموعه من الذرات ده اتجمعت جنب بعضها عملت حجم نصف قطره قابل للتجمد انه يكمل بقى يكمل يجمع حاجات ويتجمد ويكبر. ده بنسميه كريتيكال. يعني الار ده طالما انا وصلت لها يبقى انا اقدر الجسم بتاعي هيكمل نمو ويجمد ويتجمد. لو انا اقل من الار دي كويس اللي عندها الخط اللي انتوا شايفينه ده، دي الار اللي هيحصل عندها نمو، دي الار اللي هيحصل عندها نمو. نمو يعني ايه؟ يعني التجمد هيكمل. طيب لو الار اقل من الار دي بشويه هنا، هنا مش هيحصل فيها. ممكن الذرات وهي متجمعه مع بعضها كده يسيبوا بعض تاني. طيب لو انا في الشكل اللي تحت منه لو الار في الحته دي كده ممكن الذرات اللي اتجمعت قعدت النقطة دي مش هيسيبوا بعض تاني وهيحصل التجمد. فالمنطقة دي بنسميها النيوكلاي. ما مش عايز ادخلكم في موضوع الشابتر اللي بعد كده، يعني بص انا كل ما هتكلم هتيجي حكاية. فانا يا دوب بس عايز اقول ايه ذرات مترتبة وذرات مش مترتبة. دي الانرجي بتاعتها. شكرا يا رجالة ما تعرفوش اكتر من كده. خلاص؟ لان كل ما هخش شوية هلاقيني جبت موضوع بعد منه ونتكلم التفاصيل بتاعت الحاجات ديت هنتكلم عليها في شابتر السوليديفيكيشن ان شاء الله. اللي هو مراحل التجمد، ايه اللي بيحصل في التجمد بالظبط. خلاص الكريستالاين ماتيريال ديت بتكون تيبيكال موجود يا فندم. انا اسف دكتور، الماتيريالز المترتبه بتحتاج طاقه اقل من الطاقه الماتيريالز الراندومايز عشان تتجمد. الماتيريال المنتظمه بتحتاج طاقه اقل من الماتيريال الغير منتظمه في الكريستال ستراكشر. تمام شكرا دكتور. طيب تعالوا نبص للجزء بتاع كريستالين ماتيريال. كريستالين ماتيريال اللي هي المواد الايه البلوريه دي مالها؟ اشهر مثال عليها ايه؟ الميتالز. كل الميتالز اللي عندك
والعديد من السيراميكس والقليل قوي من الايه من البوليمرز. الكريستالاين ماتيريال لو بصينا للتنظيم، بص للشكل بس، في حركه منتظمه في الشكل اللي قدامك ده، صح؟ شوف النان كريستالاين ماتيريال، المواد الغير بقى ايه منتظمه، شوف ايه اللي هيحصل، اللي هي الغير بلوريه. بص شكل التوزيع بتاع الجرينز عامل ازاي، شوف هنا عامل ازاي، فوق السهم بتاع باين، فوق ده منتظم، تحت غير منتظم، كويس تمام. ودولت كانوا مثالين برضو الحاجه اللي احنا يعني تقريبا قلناها. الاكزامبل الشهير على الجزء اللي هو النون بيريوديك باكينج او النون كريستالاين متر ماتيريال ده، زي الكومبلكس ستراكشر او الرابيد كولينج، لما يكون عندك حاجه وسخنه او منصهره وانت عايز تجمدها، وتجمدها بتبريد سريع، ما بتلحقش الحاجه دي تاخد اماكنها الطبيعيه او المنتظمه، وبيكون شكلها غير الشكل المنتظم. تمام، تعالوا نشوف بقى الميتاليك كريستال ستراكشر، نشوف شكله عامل ازاي. اي شكل عندي بيبقى منتظم، وده طبعا ده هيبقى كريستال ستراكشر، ولسه هنشوف يعني ايه كريستال ستراكشر بعد شويه. هنلاقي ان الكريستال ستراكشر او الاتومز لما بتترص مع بعضها رصه معينه، دي بنسميها كريستال ستراكشر، يعني بنيان بلوري. يعني ايه يا اولاد؟ بنيان بلوري، هنشوف يعني ايه كريستال ستراكشر بعد شويه. فالذرات بتاعتي لما يكون في الميتاليك، المعادن عموما بتلاقيها واخده رصه منتظمه، في المعادن عموما بتلاقيها واخده رصه منتظمه ايا كان شكلها، مستطيله، مربعه، مكعبه، وهنشوف الكلام ده. ماشي، طيب ده طبعا شكل للبريودك بقى تيبل، وبيبين لك بقى الفرق ما بين السيمبلز اللي موجوده عندك. البريودك تيبل اللي هو البريودك تيبل ده كلنا عارفينه وشفناه قبل كده، موجود فيه الوان مختلفه. نبص المفتاح اللوحه بتاعتنا، اول لون الفاتح ده الميتال، كل الحاجات الفاتحه دي، العناصر الفاتحه دي كلها بتقال عليها انها ميتال. العناصر الغامقه خالص دي نون ميتال، كويس. اللي موجود فيها الحالتين بتبقى دي انترميديت، ودي بتكون زي ما احنا عارفين تمشي كده وكده، خلاص. السيمبل اللي موجود سي يو مثلا النحاس، بيبقى موجود فيه رقم فوقه ورقم تحتيه، الرقم اللي فوقه بنسميه اتوميك نمبر، ماشي خلاص، اللي هو الرقم الذري بتاعه، وفي الاتوميك ويت اللي هو الوزن الذري بتاعه، ماشي. الحاجات دي احنا هنحتاجها فعليا لما نيجي نحسب كثافات وحاجات من ديت، هنحتاج الاتوميك نمبر والاتوميك ويت والحاجات دي، ماشي يا شباب، مفهوم؟ احنا هنا اتكلمنا على الجدول الدوري، قلنا طبعا ايه اللي موجود فيه. اي صوره قدامك في الجدول الدوري دي، اي عنصر من العناصر اللي في اللون الفاتح ده بنسميها على طول ميتال، اللون اللي على اليمين الغامق ده بنسميها النون ميتال، وده انترميديت اللي فيه اللونين اللي عندنا. طب سؤال، طيب. بس هو الهيدروجين بيعتبر ميتال؟ فين ده؟ اول عنصر في الجدول H. ال H واخد اتوميك نمبر 1. يعني لا. هو ليه محسوب ميتال؟ مش عارف هو ليه حطوا ميتال، بس طبعا ما ينفعش. انا اعرف مثلا ال KCA، ال SC، التيتانيوم، الكروم، المغنيسيوم، الايرن، الكروم، النيكل، الكبر، الزنك، كل دول مظبوطين اهم، كل الحاجات صح. اللي هي العناصر اللي تحت مظبوطه، الام جي، المغنيسيوم، اند سو اون، كل ده مظبوط. انا مش عارف ليه محطوطه كده، تمام؟ طيب. هو ممكن يبقى نون ميتال، يعني ما فيش فيها كلام يعني. What are the characteristics of metals؟ عايزين نعرف الكاركترستكس بتاعت الميتال. تمام؟ ايه هي الكاركترستكس بتاعت الميتال؟ اول حاجه في الكاركترستكس دي، الميتال جود كوندكتور اوف هيت. طبعا لو انا قلت لك يا جماعه ايه رايكم في الميتال، تعرفوا عنها ايه؟ موصل جيد للحراره، وايه كمان؟ وللكهرباء، موصل جيد للكهرباء، جود كوندكتور اوف الكتريستي، صح؟ نفس الكلام
داكتايل يعني دايما الحديد او المواد المعدنيه بتبقى مواد فيها نسبه من المنطوليه، فبنسميها داكتايل، يعني تقدر تشكلها يعني. ماشي. كمان هاي تنسايل سترينث، لما نعمل عليها اختبارات شد او ما شابه ذلك نلاقي مقاومتها في الشد دي عاليه، هاي تنسايل سترينث. عاده بتبقى الميتال لامعه، اي معدن في ايدك بتحس فيه بلمعه كده، تمام. اند سو اون بقى، هتلاقي شويه حاجات كتيره جدا موجوده من الخصائص بتاعه الايه الميتال، انه ما بيدوبش في الميه، وانه صعب انه يفقد الالكترونات او بتفقد الالكترونات. هاي ميلتنج بوينت، درجه الانصهار بتاعه الميتال دايما عاليه مقارنه بالعناصر الاخرى. في الميتاليك كريستال ستراكشر الحقيقه هو كان فيه جزء، قبل ما اروح للحته دي كنت عايز اقوله، قبل ما اروح للميتاليك كريستال ستراكشر اللي كنت عايز اقوله. طيب انا ممكن اسالكم سؤال بسيط او بديهي كده، عشان خاطر السؤال اللي زميلنا ساله من شويه على الحته بتاعت الجدول الدوري دي. احنا عندنا الميتال يا اولاد او الماتيريال عموما بتنقسم لثلاث كاتيجوري رئيسيه، ثلاثه كاتيجوري رئيسيه. طب ثواني ثواني، خليكم معايا ثواني، خلوكم معايا ثواني تمام. ثواني. أجيب لكم بس حاجة كده، هي نفس المحاضرة دي بس أنا كنت يعني مظبط فيها الجزئية دي. هما كانوا كلمتين بساط هقولهم لكم بسرعة، هم بنتكلم على الانجينيرنج ماتيريال والتقدم والحضارة طبعا، من أول ما بدأنا بالحجم بتاع اسمه اكتشاف الحاجات اللي هي في البدايات، وبعدين بدأ الموضوع يتطور للجزء الكلاسيفيكيشن بقى بتاع الميتال او الماتيريال. بتنقسم الى مجموعه من الجروبز زي ما قلت لكم عليها، ثلاث جروبز رئيسيه. اول حاجه الميتال، تاني حاجه السيراميكس، ثالث حاجه البوليمرز. ده تصنيف بره خالص كده من التصنيفات المهمه، وهنعمل مقارنه ما بين الثلاثه، وانتم اكيد عارفين المقارنه دي. لو انا سالتكم كده في سؤال وقلت لكم الميتالز ديت لها بعض الخصائص، والسيراميكس لها بعض الخصائص، والبوليمرز دي لها بعض الخصائص، لو انا جيت اسالك الاعلى منهم في انها تبقى موصل للكهرباء، ايه رايك، الميتال ولا السيراميكس ولا البوليمرز؟ أكيد المثال صح؟ مثلا لو في حاجه فيهم غير موصله للكهرباء يبقى 100% سيراميك بوليمرز سيراميكس او او بوليمرز 100%، صح كده؟ And so on. هو ده اللي انا كنت عايز اقوله في البدايه في المين كاتيجوريز. انا حاطط مقارنه للروم تمبريتشر ما بين الدنيسيتي المختلفه للميتال والسيراميك والبوليمرز. لو بصينا على المقارنه ديت هنلاقي فيها الاتي، هنلاقي فيه الميتالز زي البلاتينيوم والسيلفر والكبر والايرون تيتانيوم المونيوم مغنيسيوم and so on، السيراميكس، هنلاقي البوليمرز، هنلاقي الكومبوزيت. والكومبوزيت ده احنا عارفين ان هو ممكن يكون في ميتال وممكن يكون ما فيش في ميتال. حلو، الكومبوزيت دي معناها انك جايب حاجات وحاططها على بعضها. اشهر حضرتك مش عامل شير. ايه ده ايه ده، يعني انا بكلم نفسي من ساعتها. لا احنا بالسمع والله يعني. انا افتكرت البايظه عندي. لا ده انا فعلا انا كنت لاغي الشير وانا رايح اجيب الجزئيه دي. معلش معلش، شير رجع تاني. الكلاسيفيكيشن زي ما انا قلت من شويه بتاع
الماتيريالز عموما، وقلنا انه ميتال وسيراميكس وبوليمرز. خلاص انا بقول هنا انا عامل بار تشارت كده بيبين الفرق ما بين الثلاثه كلاسيفيكيشن للروم تمبريتش، ما بين ايه؟ ما بين الدنسيتي بتاعتهم. بص كده هتلاقي في ميتال وفي سيراميكس وفي بوليمرز وفي كومبوزيتس. الدنسيتي هنا بتقول ان الدنسيتيز بتاعت الميتالز اعلى شويه من السيراميكس، الاقل فيهم هو البوليمرز، وممكن الكومبوزيت يروح معايا في منطقه الاقل، لان الكومبوزيتس دي ممكن تبقى بوليمرز عباره عن شريحه من البوليمر وريزنز وقش وفايبرز وحاجات ونحطها فوق بعضها وتبقى كومبوزيتس. ماشي؟ فاحنا هنا بنقارن مقارنه سريعه ما بين البوليمرز وبعضها، او ما بين البوليمرز والكومبوزيتس والسيراميكس والميتالز، الثلاث حاجات الاساسيه. طبعا الكومبوزيتس مش حاجه رابعه، لان الكومبوزيتس وليد الحاجات اللي قبل كده، يعني وليد الميتال والسيراميكس والبوليمرز يطلع الكومبوزيتس. ماشي؟ طيب ممكن ايه كمان؟ ممكن نشوف الاستيفنس بتاعتهم. عايزين نشوف الميتال ولا السيراميكس اللي اعلى في الاسترينث المقاومه؟ لا، ده احنا هنلاقي في الاستيفنس او اليانجس مودولس او المودولس اوف الاستيستي ده بنلاقي فيه السيراميكس طبعا واخد اعلى منطقه، اعلى مقاومه هو على طول السيراميكس، بتليها الايه؟ الميتالز. البوليمرز احنا عارفين انها ضعيفه بطبيعه الحال، انت لو في ايدك حاجه بلاستيكس مجرد ما تعملها بايدك كده هتكسرها، لكن لو هي حته سيراميكس او ميتال لا مش هتنكسر معاك بسهوله. لو هي كومبوزيتس ممكن تبقى ناحيه البوليمر وبالتالي في حتة واطيه منخفضه، وممكن تكون في المناطق العليا زيها زي السيراميك وزي الايه وزي الميتال. فالكومبوزيت زي ما احنا عارفين هي خليط من الحاجات ديت، وبالتالي مش هينفع تكون اقل او اكبر من الحاجات اللي موجوده عندي. تمام كده يا اولاد؟ طيب كمان ممكن نشوف عند الروم تمبريتشر التنسايل سترينث نفسها اللي هي مقاومه الشد، اللي ممكن نسميها اعلى مقاومه للماده تحت اختبار الشد. دي ممكن نشوفها في الميتالز، طبعا الميتالز اقوى حاجه عندنا في اختبار الشد هي الميتالز. السيراميكس السترينث اللي هي مقاومه السطح بتاعتها هي ماده مواد قاصفه شويه، فمقاومتها للضغط عاليه لكنها للشد منخفضه. لكنها للشد ايه؟ منخفض. نخش بعد كده على البوليمرز، 100% مش هتبقى مقاومه زي الميتال او الايه او السيراميكس. الكومبوزيت زي ما قلت لك هي تركيبه من اللي فات ده كله، والله هتطلع وتنزل حسب الكلاس اللي انت حاطط فيه الايه الجزئيه بتاعتك. لو انت بتتكلم على خشب هتنزل لتحت شويه، لو انت بتتكلم على ان الكومبوزيت محطوط فيها فايبر وبترفع الكفاءه بتاع الوصله بتاعتك يبقى انت هتطلع فوق في الجزئيه العلويه في الايه التيبلز ده. تمام كده؟ بعد كده بقى هيخش على الخصائص بتاعت الماتيريال، وبكده انا مش محتاج ان انا اكلمك على الجزء بتاع الخصائص دي، وهنبدا على طول تكمله الشابتر اللي احنا كنا واقفين عليه. ماشي؟ هي دي المقدمه اللي انا كنت عايز اقولها قبل ما اروح بقى للجزئيه اللي احنا كنا واقفين عندها شباب في حته الكريستال استراكشر. الحقيقه في الكريستال استراكشر انا عندي كام نوع من الكريستال استراكشر. ايه هو الكريستال استراكشر الاول؟ انا قلت من شويه يا اولاد ان الكريستال استراكشر ده عباره عن ايه؟ مجموعه من الذرات بتترص رصه معينه. تترص يعني ايه يا دكتور؟ يعني بتنجذب لبعضها بقوه او انرجي بتخليهم يمسكوا في بعض. الذره دي مع الذره دي مع الذره دي مع الذره دي اتجمعوا عملوا شكل. عملوا ايه يا اولاد؟ عملوا شكل. طيب كام شكل عملوه؟ عملوا عدد كبير جدا من الاشكال. يعني انا لما كان عندي مثلا خلينا ناخد اول نوع سيمبل كيوبيك ستراكشر، لما كان عندي مثلا الحديد رحت اشوف الحديد بترص ازاي لقيته بترص رصه معينه. لما كان عندي عنصر تاني زي النحاس رحت اشوفه بترص ازاي لقيته بترص رصه معينه. رحت اشوف الزنك، رحت اشوف مش عارف جميع العناصر اللي في الجدول الدوري يا شباب لقيتهم بيترصوا في سيستمز مختلفه، بتقريبا بيوصلوا لسبعه سيستم في الحاجات المختلفه دي. طيب بكام رصه؟ بكام رصه؟ يعني ايه بكام رصه؟ يعني هما بترصوا جنب بعض كده هيترصوا كام رصه؟
هيترصوا يا سيدي 14 رصة. يبقى الذرات أو العناصر اللي موجودة في الجدول الدوري كلها، اللي هم ال 100 مش عارف كام و 118 عنصر في الجدول الدوري، دول هيترصوا كام رصة؟ 14 رصة. في الحقيقة لما شفنا الحديد وشفنا النحاس، طب ازاي يا دكتور 118 يترصوا 14؟ ما هو في حاجات بتتكرر، في حاجات ايه يا اولاد؟ تتكرر. في حاجات بتتكرر. بتتكرر يعني ايه؟ يعني الاقي الحديد ممكن الاقي الكريستال ستراكشر بتاعه زي بتاع مثلا الكاست اير، نوع معين من بتاع من السبائك، من العناصر بتاعت الزنك او النحاس او الملوبيديوم او ايا كان، او البيزماس او اي نوع من العناصر، الاقيها متكرر. اشوفه هنا الاقي نفس الرصه دي، هي نفس الرصه دي، نفس الرصه دي، لكن مش شرط ان انا الاقي كل العناصر زي بعضها. ففي الحقيقه احنا لقينا الرصات دي 14 رصه. كام رصه يا شباب؟ 14 رصه. اول رصه للكريستال ستراكشر هي اللي قدامنا دي. انت قلت لك تخيل ان انت معاك كام كوره بينج بونج دلوقتي، دول كام؟ 8 لا 8 دول كام؟ 8 ذرات. دول يا اولاد 8 ذرات. لما ترصوا مع بعض في لون كده في جوه الثمانية مرسوم شكل مكعب اسود كده، صح؟ مظبوط. الثمانية دول عملوا لي المكعب ده اسمه يونت سيل. اسمه ايه؟ يونت سيل، خلية. يبقى الثمان ذرات دول عملوا لي خلية. يبقى في نوع من انواع الكريستال ستراكشر اسمه سيمبل كيوبيك ستراكشر، اس سي، بنرمز له بالرمز اس سي، وده ابسط نوع ممكن تشوفه في ال 14 نوع. اللي حاصل فيه ان الثمان ذرات يا شباب لامسين بعض زي ما انت شايفهم من جميع الاتجاهات، قريبين من بعض كلهم. في الحقيقه ان ما بيبقوش 8 زي ما انت شايفهم كده بس، ده هم 8 مليون، ده هم 8000، ده هم 800، ده هم مليار. هم زي ما يكونوا، بس الرصة اللي انت شايفها على الشمال دي بتتكرر جوه الشكل بتاعي. فجميع الذرات، لو سمحتم، فجميع الذرات اللي موجودة، معلش الأولاد جنبي عاملين دوشة، فجميع الذرات اللي موجودة معايا يا ولاد بتتكرر تاني بنفس الرصة ديت. ايه اللي حاصل فيها؟ بص على الرسمة اللي على اليمين دي، تمام؟ بص على الرسمة اللي على اليمين، تلاقي في ذرة في المنتصف. أنا عايز أسألك سؤال، الذرة اللي في المنتصف اللي لونها أحمر دي مشتركة في كام خلية عندنا يا ولاد؟ تقدر تقول لي؟ 6. مين يزود؟ 8. 8، برافو عليك. حسبتها ازاي اللي قلت 8؟ هي من كل ناحية، من كل ناحية مرتبطة بذرة فوق. بص كده، بص يا شباب، ادي عندي يونت سيل تحت اهي. انا ممكن اخد الصورة دي على فكرة لحظة، ونروح على الشكل ده، نكبر سنة صغيرة بس. بصوا كده، شايفين الذرة اللي باللون الأحمر دي؟ تمام أهي. أنا معايا كام خلية يا باشمهندسين؟ كام خلية دلوقتي؟ بص كده، بص لإيدي، أنا هاخد أدي خلية، أدي لينك، التاني، التالت، الرابع. لو نزلت رأسي كده أهي، أنتوا معايا؟ أنا تمام. كده رسمت إيه؟ رسمت واحدة، فيها مشكلة؟ انا كده لا. رسمت واحد، صح؟ صح. عينكم معايا بقى، وادي التاني. استنى اغير اللون ولا حاجه كده، يمكن يجي معانا لون تاني. يبقى كده في 8 مكعبات. ايوه، برافو عليك، انت لقطتها قبل ما اروح انا اعملها اهو. وادي مكعب تاني اللي لونه ازرق ده، ماشي؟ ها، مظبوط، صح. اروح اجيب كمان مكعب بلون تاني، وادي مكعب تالت، صح؟ لونه اصفر اهو. تمام. شوف لنا لون تاني، شوف لنا لون تاني. هات يا سيدي، هات لنا لون مثلا ايه، جرين مثلا، جرين.
وفي مكعب هناك اهو صح كده. كام كده دول اربعه اللي احنا لوناه، وفي كام فوقهم؟ اربعه زيهم. في برافو عليك، في اربعه زيهم كلهم مشتركين في مين؟ في اللي انا لونتها دي. اللون جا وحش معلش، ناخد الاحمر تاني اهي. يعني الثمن دي، دي على فكره اللون الاصفر ده اسمه ايه يا اولاد؟ اسمه يونت سيل خليه، اسمها خليه ماشي كده خلاص. طب اللي لونها اخضر يونت سيل، اللي لونها احمر يونت سيل، اللي لونها اصفر كل اصفر اخضر احمر ازرق كل يونت سيل صح كده. دول اربعه وفي اربعه يونت سيل فوقهم، يبقى اليونت سيل دي شكلها شكل مكعب موجود عندنا هنا اهو. المكعب موجود اهو، كان مرسوم اللي انا قلت لكم خلي بالكم منه اهو. طبعا نكمل بقى ايه مختفي جوه الرسم. المكعب ده منه كام هنا؟ اربعه تحت واربعه فوقيهم. طب الذره اللي لونها احمر الافكتيف بول ديت دي مشتركه في كام خليه يا اولاد؟ 8. برافو عليك، مشتركه في 8. اذا اليونت سيل بتاعتنا لما الذره الواحده اللي في اي ركن فيها، خلي بالك مش هي لوحدها، ده عارف اللي في الركن ده اللي انا بشاور عليها دلوقتي حالا دي شايفينها؟ جنبها هنا يونت سيل، وجنبها هنا يونت سيل، وجنبها وفوق دي وفوق دي وفوق دي، بس انا قاطع حته صغيره من الايه؟ من العدد اللانهائي من اليونت سيل، انا واخد بس جزء بسيط. اذا كل ذره في الاركان اللي عندنا دي في دي او دي او دي، اي ذره من الذرات اللي في الاركان مالها؟ مشتركه في 8 خلايا. مشتركه في كام خليه؟ في 8. طيب انا عايزك تقول لي يا باشمهندس بعد اذنك، النوع اللي انا قلته ده اسمه سيمبل ستراكشر، سيمبل كيوبيك ستراكشر، المكعب البسيط. المكعب مين؟ البسيط. تقدر تقول لي المكعب البسيط ده انا عايز احسب فيه حاجه اسمها النمبر اوف اتومز، تقدر تقولهم؟ تقدر تقول النمبر اوف اتومز بتاعت الخلايا دي كام؟ عدد الذرات اللي موجوده جوه الخليه كام؟ مين يقول؟ جوه اليونت سيل الواحده؟ جوه اليونت سيل الواحده. اليونت سيل الواحده اربعه. اربع ذرات. حسبتها ازاي يا معلم؟ وانا بيتهيالي هيبقوا 8. طب نرجع بقى بالرأي. طب 8 ده اسمه الرد التقليدي، يعني واحد اول مرة يشوف حاجة زي كده يوم قال ده 1 2 3 4 5 6 7 8، يبقوا 8 ذرات 8 اتومز. اقول له ردك مقبول لكنه غلط. وصلت هي واحدة. برافو عليك يا ابني والله، برافو عليك يا ابني والله، وصلت. وأول ما أنت قلت وصلت عرفت إنك هتقول لواحد. جميع الذرات مشتركة في 8 يونت سيل، يعني نصيب الخلية الواحدة 1/8. الذرة مشتركة في 8 خلايا، يبقى نصيب الخلية الواحدة إيه؟ 1/8. جميع الذرات بيحصل فيها نفس الكلام، يبقى الكلام ده يتضرب فيه 8 ذرات. 8 في 8 يطلع بيساوي 1 اتومز. عدد الذرات في الخلية من النوع الاس سي بتاعنا ده 1. الناس اللي معانا فاهمين اللي انا قلته ولا لسه؟ فاهمين. مين ده؟ انتوا لما تفتحوا المايك بلاقي جنبكم صوت جميل قوي، انتوا مركزين ازاي يا ابني انت وهو؟ ها طيب مش عارف يا دكتور، مش حاجه والله. طيب عموما خلاص، 8 في 8 دي فيها مشكلة، هي موجودة في الصفحة اللي بعد كده تحت اهي، أنا مش عايز غير كده. 8 في إيه؟ في 8 حسبناها طلعت معنا، أي حاجة تانية مالكوش دعوة بيها. خلاص كده؟ طيب. إيه ده؟ أنا رحت فين؟ ده الـ SC خلاص؟ ماشي؟
طيب في حاجة اسمها أتوميك باكينج فاكتور، ده اسمه معامل الازدحام بتاع الخلية، سيبه بعد شوية هنبقى نرجع له. عدد الذرات في الخلية، طبعا شايفين الرسمة اللي على الشمال دي يا أولاد؟ تمام. عارفين دي إيه؟ الكيوبيك سيل، اليونت سيل قصدي. اليونت سيل بتاعت أنهي نوع؟ الكيوبيك، هو كان اسمه ايه؟ سيمبل كيوبيك ستراكشر اللي هو الاس سي. بص لما قطعناهم، لما قطعناها صح، شلنا الكور دي كلها وطيرناها، رسمنا الخليه بتاعتنا مكعب، طلع تمن 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 تمن، نصيبنا تمن اهو، خدنا التمن ده وضربناه في 8 يطلع لنا بير يونت سيل، يطلع لنا اتوم بير يونت سيل. تمام كده، اتوم بير يونت سيل اللي هي لونها بالاخضر دي، ماليش دعوه باي حاجه بقى. خلاص مفهوم؟ هل في مشكله؟ تمام كده تمام. يبقى احنا كده كلنا عارفين ان نوع كريستال ستراكشر اسمه اس سي، عدد الذرات اللي في اليونت سيل كام ذره يا اولاد؟ واحد. عدي يلا. في نوع تاني اسمه Body Centered Cubic Structure BCC، المكعب المتمركز الجسم. يعني ايه متمركز الجسم؟ عارفين السيمبل كيوبك بتاعكم؟ عارفين السيمبل كيوبك؟ تمام. فاكرينه كويس؟ اه. كان جميع الاركان ايه اللي حاصل فيها؟ كل ركن فيه ربع، فيه يعني تمن ذره، في ذره، في ذره، خلاص في الشكل العام في ذره. تمام صح. طب ايه رايكم بقى لو جينا وحطينا ذره في المنتصف في الاتمان اللي انت بتتكلم عليها دي يا باشمهندس؟ ذره فين؟ في المنتصف. في المنتصف. راحت الذره اللي في المنتصف يا باشمهندس عملت ايه؟ زقت الذرتين اللي كانوا في الاركان اللي كانوا لامسين بعض. ارجع تاني كده يا دكتور معلش. الذره دي والذره دي كانوا لامسين بعض، كله كان لامس بعضه فعلا، فطول الذراع او الليتس كونستانت، طول ضلع الخليه ديت كان اسمه ايه؟ الاي كان بيساوي نص ار، ادي ار وار، يبقى 2 ار، صح ولا لا؟ دي نصف قطر الذره دي وده نصف قطر الذره دي، يبقى الاي اللي هو طول ضلع الخليه بيساوي 2 ار. طب ايه اللي حصل هنا؟ اللي حصل هنا انه لما الذره دي نزلت في المنتصف بعدت الاثنين دول عن بعض، بقى طول ضلع الخليه يساوي 2 ار يا شباب. ازاي؟ اكتر يا دكتور؟ ما ينفعش. لا اكتر، صح ولا لا؟ صح. لا اكتر. مالناش دعوه يا دكتور بيه. ايه دكتور؟ خلينا في عدد الذرات اللي موجوده. مين يرد عليا يقول لي كام ذره؟ اثنين. برافو عليك، اثنين. عدد الذرات الموجوده جوه الخليه من النوع البي سي سي اثنين. لما بتيجي انت تمثلها يا باشمهندس ما بترسمش الشكل الثري دي اللي انا راسمه لك ده، انت بترسم الشكل اللي على اليمين ده، ترسم مكعب وتحط ذره في الاركان وتحط ذره فين؟ في المنتصف. انا فاهم ان هي دي، مفهوم؟ تمام. اسمع اللي جاي بقى، انت متخيل يعني ايه ذره في المنتصف يا باشمهندس؟ يعني ايه يا دكتور؟ يعني خلي بالك انا جبت لك الشكل ده من على الشمال، من حته كبيره مليانه ملايين من اليونت سيل اللي نوعها بي سي سي. ماشي ماشي تمام. ما ترد يا دي انت وغوي. تمام. يبقى انا عندي كده يونت سيل طلعت من الملايين فطلعت لي شكلها كده. ركزوا معايا، اليونت سيل دي اتكررت جنب منها، فيها مشكله؟ لا مفيش مشكله. لا دكتور، تحت منها، فوق منها، على يمينها، على شمال، قدامها، خلف. ايه المشكله يعني يا دكتور؟ ما هي نفسها نفس الاس سي اللي احنا قلنا عليها من شويه. صح صح، بس في جديد. عارفين هو ايه؟ ركز ركز. انا اخد الصوره ديت بس كده معلش ثواني عشان اوديها لكم هناك.
الصورة دي. ركزوا معايا في الصورة دي كده يا أولاد. قلت لك على شمالها ماشي، على يمينها ماشي، صح؟ بصوا معايا كده، إيه رأيكم في الذرة دي؟ دي فين؟ النص. طب ودي؟ منتصف. النص برضو زيها بالظبط، صح؟ طب ودي؟ النص. النص برضو. طب ودي؟ اللون ظاهر؟ اه ظاهر. طب خد بقى اللون الاحمر اللي جاي لك ده يا معلم. انا هوصل دي بدي 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 واعمل يونت سيل. ايه رايك؟ ايه رايك في اللون هزرق دي؟ بقت فين؟ بقت هي اللي في النص. الله ينور عليك. قال له واللي كان في النص بقى فين؟ الاطراف. هو ده اللي بيحصل يا باشا في اي يونت سيل هتقابلك. الخلية مرصوصة رصة إلهية بتكرر نفسها، حتى اللي في النص بقت في الركن الخلية تانية، واللي في الركن بقت في النص. انت معايا؟ والخلايا متداخلة، لكن احنا خدنا خلية واحدة ورسمناها واشتغلنا عليها بالشكل ده. عايز اقول لك ان الخلية بترص نفسها تاني رصات هندسية زي ما انت شايفها متداخلة بالشكل ده. في مشكلة؟ مفهوم الكلام؟ مية مية. من العناصر اللي موجودة في الجدول الدوري انواع كتيرة زي الحديد والكرونيوم والتيتانيوم والمولبيديوم، كل دول على النوع البي سي سي. لما شفنا الكريستال استراكشر بتاعهم طلع بي سي سي. الاس سي برضو انا كنت عاطلك مثال عليها، بس طبعا انا كنت عديتها. الاس سي ما حطناش مثال عليها، ما حطناش. طيب ماشي ماشي، في برضو نفس القصة في مثال عليها. اللي انا عايز اقوله ده ايه؟ ده لا ده ده الجزء اللي انا عايز الباوربوينت. خش على الباوربوينت تاني. خلاص احنا عرفنا كل حاجة. خلاص يا دكتور، كام عدد الذرات اتفقنا انهم كام؟ 8 في 8 زي ما كنا شغالين، وفي واحدة كاملة معنا فين؟ في المنتصف. يطلع عدد الذرات لليونت سيل اللي هي نوعها بي سي سي كام ذرة يا أولاد؟ 2. يبقى 1-2. تمام؟ تمام. يلا للي بعده. نروح في حاجة اسمها أتوميك باكينج فاكتور، ملناش دعوة بيه يا دكتور، لكن نروح لحاجة اسمها طول ضلع الخلية اسمه ايه؟ كان هناك في الاس سي بيساوي 2R. 2R هنا هيبقى بيساوي، معرفش اعمل ايه؟ لازم ادخل الافكتف ديامتر الكورة او البول اللي في المنتصف دي معايا في الحسابات. فطول ضلع الخلية اسمه ايه؟ وده اسمه ايه؟ والمثلث هنا يبقى ايه؟ جذر 2. الارتفاع ده ايه؟ يبقى الطرف او الحر او اللي ماشي في القطر ده 4 ايه. تعالوا نشوف كده. انا خدت الرسم اللون الازرق ده وطلعته، اللون الازرق ده اسمه ايه؟ قولوا معايا. ترانجل ده اللون الازرق ده وطلعته بره هنا، رسمته لكم طول ارتفاعه اللي هو ده ايه؟ الحته اللي تحت دي من هنا لحد هنا ايه؟ جذر 2. واكيد الوتر هيبقى ايه؟ جذر 3. او ايه؟ جذر 3. او رد يد انت وهو. او ايه؟ او ايه الوتر بتاع المثلث؟ ايه جذر 3 او من الرسم 4 ار. برافو عليك، 4 ار. يبقى ايه جذر 3 يساوي 4 ار؟ تطلع ان ال 4 ار بتساوي ايه جذر 3. يعني الار او الاي بيساوي 4 ار على جذر 3. طلعنا الاي بتساوي 2 في السيمبل كيوبيك من شويه، ودلوقتي الاي طلعت ب 4 ار على جذر مين؟ على جذر 3. في مشكله؟ لا تمام. تعالوا للنوع الثالث. هلا يا دكتور، هو انت سيادتك هتشرح لنا ال 14 نوع ولا ايه؟ لا 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 لا، مش هشرح لك 14 نوع ولا حاجه. هو الحقيقه انه في الماتيريال فيه ثلاث انواع مشهورين جدا جدا بيتكرروا يا شباب، اللي هو النوع اللي احنا شرحناه حالا البي سي سي،
والنوع اللي انا بتكلم عليه دلوقتي ونوع ثالث جاي بعد شويه. هم اربع انواع انا ذكرتهم. اول نوع انا ذكرته فقط هو قليل جدا مش موجود في كل العناصر وهتشوفوه وانت بتدور عليه، يعني وانت بتعمل سيرش كده من المطلوب من اول اساينمنت هطلبه منك انك تعمل كل كريستال ستراكشر تعرف لي اسمه ايه وعدد الذرات اللي فيه ايه والعناصر اللي موجوده في الجدول الدوري في النوع كريستال ستراكشر ده ايه. تمام تمام كده يا شباب. تاني نوع بقى عندنا من الحاجات المشهوره جدا اللي كل ما نشوف في العناصر الجدول الدوري نلاقي موجود اللي هو الاف سي سي، اسمه فيس سنتر كيوبيك. تعالى يا عم الفيس ورينا شكلك عامل ازاي، ايه الجديد، دي الاكزامبلز اللي عليه. ادي شكل الفيس سنتر كيوبيك اهو. ايه ده، ايه ده يا اولاد، ايه اللي اختلف عن المره اللي فاتت؟ المره اللي فاتت الذره جت في المنتصف لمست جميع الذرات اللي في الاركان وزقتها بعدتها بعيد عن بعضها، لكن الذره اللي كانت في المنتصف كانت لمساهم كلهم صح؟ مظبوط صح. شيل الذره اللي في المنتصف يبقى مفيش ذره في المنتصف. هنا اسمه فيس مش بادي، هناك كان اسمه فيس متمركز الجسم كان اسمه بادي متمركز الجسم فكان في ذره في المنتصف، اما هنا فيس متمركز الوجه يبقى في ذره فين؟ في الوجه. ذره فين يا اولاد؟ في الوجه. في الوجه. فشوف ايه اللي بيحصل بقى، الاربعه دول كانوا لامسين بعض في النوع الاول خالص اللي انا عطولك السيمبل كيوبك، رحت حاطط واحده في الوجه ده زقتهم بعد عن بعض، واحده في الوجه ده واحده في الوجه ده، اللي ظهر لنا ثلاث اوجه وفي ثلاثه مختفيين قبلهم، يبقى في الست اوجه اتحط كام ذره يا اولاد؟ ثلاث ذرات. في الست اوجه في كل وجه ذره، يعني اتحط ست ذرات في الست اوجه صح؟ نصيب اليونت سيل دي. يعني من الاخر هات لي النمبر اوف اتوم بير يونت سيل. اربعه. برافو عليكم. لا انتوا كده خلاص يا باشا عدت معاكم كده فهمنا بقى، يبقى النمبر اوف اتوم يطلع اربعه فعلا. اللي مش عارف، تمانيه في توم واحد زائد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة في نص بتلاتة صح كده؟ مش انتوا حسبتوها كده؟ مظبوط. تعالوا نبص بقى ازاي هنجيب الـ A. هل الـ A تساوي الـ A اللي احنا جبناها من شوية ولا لا تساويها؟ ده المثلث اللي انا هشتغل عليه دلوقتي حالا. المثلث قاعدته ايه؟ ارتفاعه ايه؟ الوتر بتاعه 4R او ايه جذر 2. برافو عليك يا ابني والله. ايه جذر 2. يبقى على طول نجري نعمل الحسبه دي وناخد المثلث ده، يطلع 4 ار بتساوي ايه جذر 2، يعني الاي بتساوي 4 ار على جذر 2. اللي فاتت كانت على جذر كام؟ جذر 3. يبقى على طول نشابه القوانين عشان هنحتاج القوانين ديت واحنا ماشيين كل شوية. النوع الثالث والأخير، الرابع يا دكتور، لا هو الثالث في المشهورين، الرابع في اللي أنا درستهم. حلو؟ الرابع والأخير أو الثالث والأخير بالفهم اللي أنا قلته، إنه في عندي حاجة اسمها Hexagonal Closed Packed Structure أو الـ HCB أو أحيانا بنلاقيها BHC عادي. خلاص؟ يبقى اسمه إيه يا أولاد؟ اسمه ايه الهكسوجونال ده؟ اسمه ايه؟ قولوا معايا. المسدس. سداسي. ماشي؟ المسدس اللي واقف قدامنا ده عامل ازاي المسدس ده؟ قاعدته مسدس والرأس بتاعته مسدس، القاعدة تحت ايه مسدس والرأس فوق مسدس. فين يا دكتور كده؟ بص على اليمين هتلاقي ده ضلع 2 3 4 5 6 مسدس. الذرات مرصوصة في جميع الزوايا بتاع المسدس دي لمسة بعضها، وفي ذرة في السنتر بتاع المسدس لمسة جميع الذرات اللي في الأركان. في مشكلة ولا أي حاجة يا دكتور؟ طب المسدس ده ارتفاعه قد إيه؟ ارتفاعه البعد ما بين الذرة اللي اسمها F والذرة اللي اسمها B ارتفاعه اسمه C. طب ارتفاعه ده جه إزاي يا دكتور؟ مش المفروض الذرة لمسة الذرة اللي بعدها وخلاص؟ لا ما بيحصلش الكلام ده. اللي بيحصل عندنا
انه القاعده اللي تحت دي حطينا فيها الذرات بالشكل ده يا ولاد، واحده في المنتصف، وبعدين حطينا ثلاث ذرات اللي هم لونهم بي سايتس دول. بي سايتس دول، البي سايتس في اي سايتس ده، او الاي سايتس دول انا رصيت في الارض ست ذرات وفي النص السبعه، ورحت جايب ثلاثه لونهم ازرق ورحت حاططهم فوقهم، ورحت جايب سبعه تانيين فوق وقمت حاططهم تاني، يبقى مين اللي سبب الرفع ده؟ ثلاثه اللي في النص. يوم واحد من زمايلك بقى يقول ايه، وهم اترفعوا ازاي اذا كانت الثلاثه اللي في النص وقعوا في الفتحات اللي ما بين الذرات وبعضها؟ صح صح للاسف يا باشمهندس، الذرات اللي انت شايفها دي كلها لامسه بعضها، لازقه في بعضها اهي، شايف فوق هنا ده الثلاثه اللي عاملين مثلث مع بعض لازقين في بعض، مفيش الفراغ اللي حضرتك بتفكر فيه ده. دي الرسمه اللي انا برسمها يا دكتور عادي عشان افهم منها، لكن الحقيقه لا، مفيش فراغات اهي على اليمين اهي، رسمتها لك وحطيت لك فوقهم الميدل لاير اللي هي لونها ازرق اهي، وهرجع احط الطب اللي لونها جرين ديت فوق تاني. كويس، يبقى انت هنا اكيد الثلاثه اللي في النص دول عاملين لك زي ايه يا باشمهندس؟ زي الساندوتش، عندك عيش تحت ودي الاي سايتس، حطيت لانشون ولا برجر في النص ودي البي سايتس، وبعدين رجعت حطيت عيش تاني فوق اللي هو الاي سايتس. تمام كده؟ وصلت. تمام، وصلت. الشاطر بقى لو هي وصلت يقول لي كام عدد الذرات في نوع الخلية ال HCP. بقى ثانية واحدة. فحتة صغيرة، تركاية صغيراية خالص، كل اللي عملناه قبل كده هو بالظبط، بس اللي قبل كده كان واضح شوية، لكن هنا رخمة سنة صغيرة. تسعة؟ لا، أقل شوية. هو الغلطة، طب قول لي أنت حسبتها إزاي وأنا أقول لك غلطتك فين. هو أنا قلت أنا المرة دي هاخد تلت الكورة. اسمك إيه الأول عشان أنا أقفل خالد؟ أنا محمد خالد سليمان. محمد خالد، بالظبط كده، ماشي يا محمد. انا قلت ده شكل سداسي، فانا واخد سدس كوره، تمام، الكوره اللي في الزوايا واخد سدسها. برافو عليك. تمام، فهضرب سدس في 6 يبقى ذره. أيوة. صح، تمام، ونص، والنص اللي في النص. ايوه، يبقى كده ذرتين فوق وذرتين تحت وثلاثه في النص. احسب ايه ده؟ صح. ايه انا حاضر يا درك زياد، انت بتقول صح وانت بتقول تمام. صح وبتنطق غلط. يبقى ما لحقتش اشوف والله. ظهر. انا ايدي جت على الماوس غصب عني فراح طالع. يبقى ذره ونص فوق وذره ونص تحت كده 3 و3 6. سدس في 6 وسدس في 6 12. ما تقول 12 ونجمعهم يلا وخلص نفسك. جمعهم زي اللي زي بعض كلهم جمعوا. عندك 12 ذره في كام؟ في سدس. حلو، 12 في سدس يديك ذرتين. ماشي، ونص فوق ونص تحت يبقى ذره، يبقى كده 3 ذرات. ايه ده 3 ذرات؟ ومعاك كام ذره بالبي سايتس؟ 3. يبقى معاك 6 ذرات، يبقى النمبر اوف اتومز بير يونت سيل 6 اتومز. صعبه؟ تمام، لا ما فيهاش مشكله. طبعا الجزء اللي باقي بعد كده، الامثله اللي عليه المغنيسيوم والتنجستن والزد دي ان والزنك اند سو اون. ماشي، ده شكل الرص اهي يا باشمهندس في الشكل العام. بقى اللي عايز اقوله لك بقى واللي جاي اجمل واجمل من اللي راح، فاكر لما قلت لك اللي في النص بقت في الركن الواحده تانية؟ مظبوط. فاكرين الكلام ده في الحاله اللي فاتت؟ هنا بقى نفس الكلام، هنا نفس الكلام. عارفين التلاتة اللي في النص دول يا جماعة مش تلاتة بس، ده في ملايين من الذرات مرصوصة في نفس المستوى، بس الخلايا اللي لونها أزرق مع بعضها عاملة جواها سندوتش لونه أحمر، والخلايا اللي لونها أحمر عاملة جواها سندوتش لونه أزرق. وضحت؟ وضحت. يعني ممكن الاقي الاي سايتس هو عباره عن الاحمر، الاي سايتس هو الاحمر، واللي في النص هو ده البي سايتس، والعكس.
يعني الساندوتش ممكن يكون جواه ازرق او جواه احمر، هيطلع نفس شكل الخلية بتاعتي وبتكرر نفسها بكل الاشكال وبتكرر نفسها في اي اتجاه بنفس الشكل. مفهوم؟ ها؟ عندنا بقى امثلة كتيرة جدا من الكريستال استراكشرز اللي موجودة. قبل ما اروح هنا، هنا الـ A اللي هو طول ضلع الخلية يساوي الـ A يساوي 4R برضه. يا دي يا حمار، الـ A قدامك اهي. الايه هنا، معلش انا جيت حسبتها من الايه سايت للايه سايت. لا لا لا، ما لناش دعوه بالسايتات، لا ده احنا بنتكلم تحت في المكعب، في اسمه ايه ده، الهكسجونال، تحت في ضلع الهكسجونال ده اسمه ايه يساوي، ما هو كده 2. بس صح يا عم، انت خايف ليه؟ انت بتتكلم صح والله. تمام، يبقى بيساوي 2R. يبقى الـ A في الحالة الأولى كانت 2R، في الحالة الأخيرة 2R، في الحالة الثانية اللي هي الـ BCC كان 4R على جذر 3، في الحالة الثالثة اللي كانت FCC كان 4R على جذر 2. أدي الإيهات بتاعتنا كلها. ماشي، هنا بقى ده صورة كده جايب لك الأتوميك ريديوس مع الكريستال استراكشر لـ 16 ميتال. انواع الميتال، الالومنيوم اف سي سي الار بتاعته كذا، المولوبيديوم الاستراكشر بتاعه بي سي سي والار بتاعته كذا. قاعد يجيب لك بقى علاقات او اشكال عشان تتعلم وتعرف يعني بقى مين بقى اف سي. الالومنيوم اف سي سي، الاف سي ده اللي هو ايه؟ اللي هو متمركز الوجه اللي فيه في الوجه، كل وجه فيه ذره، ده وخدنا نصها بس. الكادميوم اتش سي بي، اللي هو المسدس، اللي هو اسمه المسدس القائم. الكروميوم، الكوبالت، الكبر، المش عارف، وهكذا. دي بي سي سي، الايرن بي سي سي، قال له بي سي سي دي اللي هي كانت زي السيمبل كيوبك بس في واحده في النص. ماشي، وبعدين وابدا اشوف الريديوس وبعدين وهكذا. بيديك امثله كتير. شو بص، 16 كريستال استراكشر موجودين اهم، اللي موجود فيهم اف سي سي وبي سي سي واتش سي بي، الثلاثه الاشهر اللي انا قلت لك عليهم. ماشي كده يا شباب، مفهوم الكلام؟ تمام تمام، مفهوم. الاكس راي ديفريكشن، لا انا هرجع بقى تاني، هرجع بقى لبدايه المحاضره عشان الجزء اللي انا كنت مفوته. اول نوع تاني، بس كل ده شفناه كريستال استراكشر. اول نوع عرفنا عدد الذرات اللي فيه. تعالوا نشوف بقى جوه الخليه المكعبه دي، الخليه المكعبه دي عايزين نحسب حاجه اسمها اتوميك باكينج فاكتور. يعني ايه اتوميك باكينج فاكتور يا اولاد؟ معامل الازدحام الذري، بنسميه الاي بي اف. ايه معامل الازدحام ده؟ ايه رايكم يا شباب؟ انا قاعد في المكتب بتاعي، كويس؟ انا دلوقتي قاعد في المكتب، مفيش معايا حد في المكتب، كويس؟ لوحدي. فجأة دخل عليا الطفل الأول عندي، شوية ودخل الطفل التاني، شوية ودخل التالت، شوية والعيلة كلها جابت بعضها وجت قعدت معايا في المكتب. إيه رأيكم المكتب بقى وضعه؟ ردوا عليا. بقى مزدحم. أيوة، هي دي بالظبط اللي أنا عايزها، مزدحم. إذا المكتب ده لما كان في ماهر لوحده كانت ذرة واحدة موجودة في الخلية، فبنسميه غير مزدحم. مين يقول بقى مزدحم وغير مزدحم دي؟ بنحسبها ازاي؟ هي دي الاتوميك باكينج فاكتور. بنجيب الفوليوم اوف اتوم ان يونت سيل، بنجيب حجم الذرات اللي موجوده في اليونت سيل. كل يونت سيل فيها عدد ذرات، انتوا عارفينه ولا مش عارفينه؟ لا كده عارفينه دلوقتي. عارفينه خلاص، احنا اتعلمنا عدد الذرات. ايوه. طيب. بنحسب الفوليوم بتاع كل واحده فيها على الفوليوم بتاع اليونت سيل. انا ازاي قلت الاوضه ديت مش مزدحمه لما ماهر كان لوحده فيها؟ ماهر كان قاعد لوحده في اوضه مكعبه، حجم ماهر كان صغير جدا بالنسبه للحجم اللي موجود، فكان الازدحام قليل.
هو ده الاتوميك باكينج فاكتور. لما عدد الذرات تزيد جوه اليونت سيل اكيد معامل الازدحام الذري هيزيد معاها، يبقى الفوليوم اوف اتوم ان يونت سيل على الفوليوم اوف يونت سيل. في مشكله؟ دايما بنفرض ان كل الاتومز اللي موجوده عندنا انها سفيرز، كور، كوره، ماشي يا شباب. يلا بقى نحط القانون بتاعنا، يطلع ان الاتوميك باكينج فاكتور بتاع النوع اللي هو اس سي سيمبل كيوبك 52%. طلع ازاي ده؟ تعالى وانا اقول لك. عندك عدد الاتوميك باكينج فاكتور ده بيساوي ايه؟ بيساوي النمبر اوف اتوم، عدد الذرات، مش عايز الفوليوم بتاع الاتومز، اجيب عدد الاتومز اللي عندي واضربها في حجم الذره الواحده. الذره دي عباره عن ايه؟ عن كره. كره، حجم الكره يساوي 4 على 3 باي ار تكعيب. سيادتك عندك الار ولا مش عندك يا دي انت وهو؟ عندي عندي الار. انا جايب العلاقه ما بين الاي والار وانا ماشي فيهم كلهم، صح ولا لا؟ مظبوط. فانا عندي الار. طب عندك عدد الذرات ولا مش عندك يا باشمهندس؟ عندي برضه. اللي لونها اخضر دي عندي في الخليه بتاعتي. قول لي نوع الخليه وانا اقول لك عدد الذرات. نوع اللي انا شغال فيه اس سي، يبقى عدد الذرات واحد. الحجم بتاع الكره دي ثابت في اي مساله هتجيلك، مش كلام، ده حجم الكره ده حاجه ثابته. امال ايه اللي تحت ده؟ فوليوم اوف يونت سيل. مش الخليه بتاعتي اللي على الشمال دي مكعبه طول ضلعها ايه؟ يبقى الحجم بتاعها ايه؟ تكعيب. عندك الايه ولا مش عندك؟ عندي برضه. لما اقدر احسب الاتوميك باكينج فاكتور لنوع الخليه دي ولا ما اقدرش؟ اقدر. عوض تعويض مباشر، يطلع الاتوميك باكينج فاكتور ب 52% ثابت لا يتغير. اي نوع خليه اس سي الاتوميك باكينج بتاعها 52%. صعبه دي؟ لا تمام. التكرار بيعلم الشطار. تعالوا نعيد نفس الكلام تاني. الاتوميك باكينج فاكتور بتاع البي سي سي طالع 68%. تعالوا نحسبه تاني، نجيب العلاقه بين الاي والار وعرفناها يا دكتور. تعال نقول الاتوميك باكينج فاكتور بيساوي عدد الذرات في حجم الذره على حجم الخليه. عدد الذرات في البي سي سي كام؟ اثنين. قلنا اثنين. اثنين في حجم الخليه، في حجم الكره اللي هي الذره الواحده. ايه اللي محطوط جوه ده يا دكتور؟ الار. الايه؟ قيمه الار. طب ايه اللي تحت ده؟ ايه؟ تكعيب. مش عندك الايه ولا مش عندك؟ عندي علاقه بين الايه والار موجوده. طير الايهات مع الايهات تطلع النسبه دي 68%. في الاف سي سي عوض يلا يا باشمهندس تطلع 74%. انا متاكد انها كانت هتطلع اكتر لان عدد الذرات فيها كتير. عدد الذرات 4 في نفس الحجم على الايه تكعيب، واجيب العلاقه واعوض وطير الايهات تطلع 74%. صعبه يا اولاد؟ لا ده بالعكس، ده محفوظه كده. الارقام اللي طلعت لكم دي ارقام ثابته لا تتغير. انا هديكم بقى ايه، حاجه رخمه شويه. في الاف سي بي ديت عايزين نجيب الحكايه دي، فهتلاقي تيجي تجيبها تقول عدد الذرات 6 في حجم الذره نفس الكلام على حجم مين؟ الشكل السداسي ده. الشكل ده تروح تجيب حجم الشكل، تجيب القاعدة بتاعته كلها وتضربها في الارتفاع اللي هو سي، هتلاقي بس خازوق صغير طالع لك كده في الايه، في القانون كده، عشان تعرف تحل. هو السي دي هو مين؟ السي. حاول تشوف لها حل، لو عرفت عرفت، ما عرفتش بقولها لك المرة الجاية. ماشي تمام. هو السي ده اللي هو ايه؟ معلش، الارتفاع. السي دي الارتفاع اسمه سي صح؟ الارتفاع كله اسمه سي. هو هيتحل عن طريق الثلاث ذرات اللي في المنتصف، لان الذرات لامسه بعضها، فهبقى عارف ان المسافه اسمها ايه كويس. لكن الارتفاع سي ده مش هعرفه، فهروح اعمل له حسبه كده واجيبه بيها. ماشي تمام. مش هيبقى فور ار يا دكتور، علشان القطر بتاع البي والنص قطر بتاع الاي والنص قطر بتاع الاي. فندم مش هيبقى فور ار؟ لا 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 لا، سيبك من اللي انت هتقوله كله، مش هتعرف تقولها كده، لازم انت تقعد عليها وتحسبها. ماشي. انا كده في جزء بقى بتاع الثيوريتيكال دينستي والكلام ده، ده ان شاء الله باذن الله ممكن نقوله لكم المره اللي جايه، على ايه هي الدينستيز وانواع الدينستي المختلفه، وندي لكم مثال بسيط عليها،
ويبقى كده الجزء الأول من الأتوميكس انتهى. وإن شاء الله بإذن الله الجزء الثاني هكون بتكلم فيه على الكريستال استراكشر بقى نفسها، توزيعاتها ازاي، نرسم جواها ازاي، نشوف حاجة اسمها بوزيشن ودايركشن وشوية حاجات كده هنبقى نشوفها مع بعض ان شاء الله المرة اللي جاية. كده انا خلصت اللي عندي، لو حد عنده اي استفسار يتفضل. تمام يا دكتور، والله الدنيا سهلة. شكرا لحضرتك. الدنيا سهلة وهتبقى اسهل ان شاء الله بإذن الله في اللي جاي. أنا وأستاذي الأستاذ الدكتور